هذه القضية يناقشها العلماء الآن. الفراعنة وصلوا إلى أمريكا، الفراعنة وصلوا إلى القمر أو جاءوا من القمر. فالبحار النرويجي ثور هايردال قد وصل بزورقه الصغير راع 2 إلى أمريكا، وأثبت بذلك أنه من الممكن أن يصل الفراعنة بسفينة مصنوعة من ورق بردي إلى أمريكا قبل أن يكتشفها كولومبوس سنة 1492، أي قبله بألوف السنين. فإما أن يكون الفراعنة قد وصلوا بحراً، وإما أن يكونوا قد وصلوا عن طريق البر، أي عندما كانت هناك قارة أطلانتس التي غرقت والتي كانت تشغل المكان الذي يحتله المحيط الأطلسي. والفراعنة هم أول من أعلن للعالم عن غرق قارة أطلانتس، وأن أهلها قد تفرقوا في كل القارات، وأن معظمهم قد جاء إلى مصر ملوكا وآلهة عليها، وأن بعضهم أيضا رجع إلى السماء، أي إلى كواكب أخرى تصلح للحياة. ومعنى ذلك أن العلاقة الآن أصبحت قريبة بين مصر الفرعونية وبين حضارة الأنكاس في المكسيك وبيرو وبوليفيا، أو بين أهرامات مصر وأهرامات المكسيك. وفي سنة 1947 أثبت البحار ثور هايردال شيئا مثل ذلك، فقد اكتشف أن أهل بيرو بأمريكا الجنوبية قد هاجروا أيضا من الغرب إلى جزر المحيط الهادي. وقام هايردال مع 6 آخرين في يوم 28 من مارس سنة 1947 برحلة من ميناء كالاو في بيرو بزورقه المعروف باسم كونتيكي، وقطع 4000 ميل على هذا الزورق المصنوع من خشب البالص الخفيف المزود بشراعين من القماش وبعض الأجهزة اللاسلكية، ووصل في 105 أيام إلى جزيرة شرقي جزر تاهيتي. أما عن نظرية هايردال فهي أنه قد لاحظ أن جزر المحيط الهادي يسكنها أناس بيض البشرة، الشعر ذهبي والعيون زرقاء، ولا يمكن أن يكونوا من أصل هندي أو بولينيزي، ولذلك لا يستبعد أنهم هاجروا من أمريكا. وعاش هايردال في إحدى الجزر سنة، وعرف أن هناك أساطير تتحدث عن الإله تيكي، وأن تيكي هذا هو أبوهم الذي جاء من الغرب، وأنه طويل القامة، أبيض اللون، أشقر الشعر، أزرق العينين. وعندما ذهب هايردال إلى بيرو وجد أن هناك تمثالا للإله تيكي بين الغابات، وعرف من أهل بيرو أن معركة قديمة جدا دارت بين أجدادهم البيض وبين الهنود إلى الغرب. هرب على إثرها البيض إلى الغرب، وتأكد هايردال أنهم هربوا في زوارق مصنوعة من الخشب البالص الخفيف، وصنع نفس الزورق من خشب أتى به من إكوادور، وركبه مع بحارة آخرين من النرويج. وفي رحلة شاقة ناجحة أثبت أن تيكي قد جاء من بيرو، وأن أهل هذه الجزيرة المتناثرة في المحيط الهادي هم من سلالة تيكي ابن الشمس. وهناك نظرية أثرية تقول إن الفراعنة قد وصلوا إلى هذه الجزر أيضا عن طريق أواسط إفريقيا، وبذلك يكون الفراعنة قد داروا حول العالم من الناحيتين. وأعلنت المجلات العلمية أيضا أن رواد الفضاء الروس والأمريكان قد التقطوا صورا على سطح القمر لمسلات فرعونية، 8 مسلات فرعونية الشكل. ومعنى ذلك أن الفراعنة كانوا فوق وهبطوا، أو كانوا تحت وارتفعوا، أو أن الذين أقاموا المسلات والأهرامات أناس كانوا على القمر، أو كانوا على الأرض واتجهوا إلى القمر ثم هجروا القمر إلى كواكب أخرى تصلح للحياة. لقد جاءوا هنا أو ذهبوا إلى هناك لأسباب لا نعرفها الآن، ولكن آثارهم تدل على أنهم كانوا هنا أو كانوا هناك. والذي نجهله الآن هو لماذا جاءوا ولماذا اختفوا. إنها أسرار هذا الكون العجيب،
وأسرار هذه الكائنات العاقلة أو العاقلة جداً التي ترتاد الفضاء الواسع بوسائل علمية متطورة جداً لا نعرف إلا صورها على المعابد وآثارها على الأحجار، ولا بد أنها متطورة جداً لأن رحلاتها طويلة وحمولتها ثقيلة. ولكن كارثة فلكية كبرى قد أطاحت بها، ولم يبقى لنا إلا بعض آثارها أو صداها في تاريخ الشعوب ودياناتها وأساطيرها ووثائقها النادرة. ونعود الآن إلى السير في الطريق الغامض المثير الذي بدأناه، ونتساءل ماذا جرى لحمام الزاجل؟ إننا نعرف أن حمام الزاجل إذا ربيناه في مكان ثم أخذناه بعيداً عنه ألوف الأميال فإنه يعود إلى نفس المكان وبمنتهى الدقة. إنها غريزة في هذا الطائر العجيب. إن العلم الحديث لم يعرف بالضبط ما الذي يجعله يهتدي إلى نفس المكان، ما الذي يراه في الجو، ما هو المجال المغناطيسي الذي يتحرك فيه، ما هي الموجة الكهربائية المغناطيسية التي يهتدي بها أو يمشي على ترددها، وكذلك الطيور المهاجرة الأخرى، وكذلك الأسماك المهاجرة. وقد جرب العلماء أن يضعوا صفائح مغناطيسية على جانبي رأس حمام الزاجل فارتبك ولم يصل أو وصل إلى مكانه بصعوبة شديدة، فماذا جرى له؟ إن إحصائيات رسمية صدرت سنة 1961 تقول إن إحدى الهيئات أطلقت 8000 حمامة زاجلة، ومن العجيب أن 7950 حمامة قد ضلت تماما طريقها إلى العودة، مع أن المسافة لم تتجاوز 400 كيلومتر. وكان حمام الزاجل قبل ذلك يقطع ألوف الأميال كأنه قذيفة موجهة لا تخطئ. هناك تفسير لذلك، أن الموجات الكهربائية والمجالات المغناطيسية اللانهائية التي تطلقها موتورات المصانع والآلات ومحطات الإذاعة والتلفزيون وشبكات الرادار، كلها قد خلقت تشويشاً على هذا الطائر العجيب، كلها صنعت ضباباً جعل حمام الزاجل مجرد حمام بلا موهبة خارقة. بل إن هذا التشويش المعقد الرهيب قد أصاب عقول الناس أيضاً بالارتباك. لقد شوش وضوح الرؤية وجلاء السمع وشفافية الفكر ورقة الإحساس عند الناس جميعاً، وليس حمام الزاجل إلا إنذاراً خطيراً لما حدث أو ما سوف يحدث، ومن المؤكد أنه أسوأ مما نتصور. ولابد أن الإنسان كانت له خواص أخرى اختفت، أو أن الكثير من خواصه الغريبة سوف تتلاشى، وأنه لذلك سيقوم بعمليات تعويض هائلة ليحقق بقوة العلم ما كان يحققه بقوة الوجدان أو بقوة الروح. مثلاً نجد في كل القصص الدينية في كل الأديان أن أناساً طيبين كانت لديهم القدرة على المشي فوق الأرض بعيداً عن الأرض، لديهم القدرة على الطيران إذا ما ماتوا أو وهم أحياء. ولا يمكن إحصاء عدد القديسين أو الكهنة أو الرهبان أو الأولياء الذين فعلوا ذلك. ولما جاء العلم الحديث وضع كلمة واحدة على هذه الأحداث، خرافات، خزعبلات، خوارق، هلوسة. ولكن عدداً كبيراً من المؤرخين الجادين العقلاء يؤكدون لنا أنهم رأوا ذلك. ففي سنة 1515 وصف لنا الأب الفرنسيسكاني فرانشيسكو ألفاريز، وكان سكرتيراً لسفارة البرتغال في الحبشة، أنه رأى مع ألوف من الناس عصا تطير في الهواء وتظل معلقة، وأنه مد يده تحتها وفوقها، وأنه يفخر بأن بصره قوي، فلم يجد خيطاً يربط العصا من أي جهة، وكتب إلى الفاتيكان بذلك أكثر من مرة. عشرات الألوف من الناس قد رأوا ذلك. وفي سنة 1717 سافر من القاهرة طبيب فرنسي اسمه جاك بونسيه، وشاهد هذه الظاهرة،
وكتب يقول في مجموعة الرسائل المخطوطة بالمكتبة الأهلية بباريس تحت عنوان مجموعة الرسائل التي كتبتها البعثات الأجنبية فيما بين 1717 و1776، لقد رأيت العصا بنفسي ومددت يدي وأمسكت العصا وتركتها في مكانها في الهواء، فظلت كما هي ولم تكن مشدودة بشيء إلى أي شيء. وعلى جبل الفتنة السماوية بالتبت توجد مدينة اسمها خلدان. في هذه المدينة قبر لأحد الكهنة. أعجب ما في القبر أن جسم الكاهن خارج القبر، وأنه معلق في الفضاء، وأنه أعلى من سطح الأرض بخمسة أمتار، وأن ملايين الحجاج يجيئون إلى هذه المقبرة ليروا هذه المعجزة. وفي سنة 1845 ذهب جماعة من رهبان العزار وتحققوا من هذه الظاهرة الغريبة. وإذا نحن رجعنا إلى الأساطير القديمة في أمريكا وفي مصر الفرعونية وفي الصين، نجد أن هناك نصوصا تقول إن أي إنسان لديه القدرة على أن يطير إذا أراد، وفي استطاعته أن يجعل الأشياء تفعل ذلك أيضا. ومن الغريب أننا نجد في كل اللغات العالمية مثل هذا التعبير: طار من الفرح أو من الخوف، أسلم رجليه للريح. ولكن من المؤكد أن هذه التعبيرات الباقية ليست مجرد تلاعب بالألفاظ، إنها تشير إلى حقائق قديمة لم نعد نجد لها نظيرا الآن، إنها مأساة حمام الزاجل مرة أخرى. وفي الكتب العربية القديمة التي تحدثت عن أهرامات الجيزة نجد الكثير من التفسيرات الغريبة ومن الأساطير أيضا، ونجد أن بعض المؤرخين العرب يقول كانت للفراعنة طريقة فريدة في بناء الأهرام، لقد كانوا يأتون بأوراق البرد ويكتبون عليها عبارات سحرية، وكانت هذه العبارات تجعل الأحجار تطير وتستقر في مكانها برفق، وأن الكتل الحجرية التي بني منها الهرم قد تطايرت وارتفعت برفق وهبطت والتصقت. ربما كانت هذه التفسيرات مضحكة أو خرافية، ولكن إذا وجدنا مثل هذه العبارات بحرفيتها في المكسيك وفي بيرو، ووجدنا عبارات مماثلة لها في الكتب الهندية القديمة، فما الذي نستنتجه؟ لابد أن نفكر وأن نتساءل، لماذا يقال ذلك كله في بلاد مختلفة وفي عصور متقاربة؟ إن العلم الحديث قد اهتدى إلى خلق منطقة انعدام الوزن على الأرض. ففي قواعد إطلاق سفن الفضاء نجد قاعات كبرى يتدرب عليها رواد الفضاء. هذه القاعات والأنفاق قد جردت من الجاذبية. فإذا نحن رأينا في التاريخ القديم أن كثيرين مشوا في الهواء، أي استطاعوا أن يخففوا من جاذبية الأرض، فلا بد أن نقول إنهم طبقوا قوانين أخرى لا نعرفها. إن أجسامهم ذات خواص نادرة لا نعرفها، أو إنهم استطاعوا بتجارب نفسية أو معاناة وجدانية أن يكونوا أخف وزنا. ولذلك فالعقل يقبل جدا أن يكون المسيح قد سار على سطح الماء، والعقل يقتنع بالآية القرآنية التي تقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ولابد أن تكون لهؤلاء النادرين من الناس مزايا وخصائص فريدة، وأن هذه الخصائص لا تتوافر لكل الناس. إننا أحيانا من شدة الخوف ننطلق بسرعة خارقة ولا نعرف من أين جاءتنا هذه القوة أو هذه الخفة. وفي استطاعتك أن تجرب ذلك، أطلق ثعبانا في غرفة بها مجموعة من المرهقين المكدودين الذين مددوا أرجلهم على الأرض طلبا للراحة، سوف يهربون بسرعة شابة. فمن أين جاءتهم هذه السرعة؟ من أين جاءتهم هذه الحيوية؟ إن في الجسم الإنساني قدرات غريبة لا تظهر إلا في حالة الطوارئ،
فإذا عرفنا أن هناك أناسا في حالة الطوارئ نفسية أو وجدانية وأنهم اكتسبوا شفافية أو لطفا نفسيا، فلا بد أن تكون لأجسامهم خاصية لا نعرفها في النهاية. ولذلك نجد في الكتب الهندية القديمة أنهم ينصحون كل إنسان يريد أن يمشي أعلى من سطح الأرض أن يخفف من طعامه وشرابه ويطيل التأمل في أسرار الكون، أي أن يتحول إلى جسم من نوع خاص تماما كتلك الطيور التي تحلق في الفضاء عاليا بلا حركة كأنها نسيت أن لها وزنا. يقول المؤرخ بيليني في كتاب التاريخ الطبيعي المجلد 34 الفصل 14 أن الفراعنة لديهم قدرات غريبة على رفع الأحجار والمعادن وتركها معلقة في الفضاء، وعندهم قدرة عجيبة أيضا على إظهار أشباح على الجدران. لقد رأيت ذلك بنفسي عشرات المرات ولم أفهم، ولم يشأ واحد منهم أن يشرح لي ذلك. ويقول إنه رأى في أحد المعابد الفرعونية بالقرب من الإسكندرية كيف استطاع أحد الكهنة أن يعلق في الهواء قرصا من المعدن اللامع لكي يرمز به إلى الشمس. والذين يزورون كنيسة القديس دومينيك في مدينة نابلي يجدون المكان الذي وقف فيه القديس الفيلسوف توماس الأكويني، فقد كان القديس في إحدى حالات التجلي النفسي فارتفع بقدميه في الهواء 3 أمتار أمام ألوف الناس. وفي إسبانيا يتحدثون عن القديسة تيريزا دافيليا التي ارتفعت في الهواء 20 مترا أمام كل راهبات ورهبان الدير. وقد كتبت القديسة تيريزا في مذكراتها التي عنوانها كتاب حياتي: لا أعرف ماذا يحدث لي، ولكن أجد قوة غريبة تملأ كل جوانبي، وفجأة أجدني ارتفعت عن الأرض، أحاول أن أهبط إلى الأرض فلا أستطيع، فجأة أحس كأنني سحابة، أو كأنني فوق سحابة، أو كأنني نسر، أو كأنني على جناح نسر. كثيرا ما قاومت هذا الذي في داخلي وخارجي، ولكن لم أفلح، ولذلك أستسلم وأقف في الهواء. ولا نهاية لحوادث ونوادر الناس الصالحين الذين طاروا، والذين انتقلوا أمام الناس من مكان إلى مكان، وحملوا معهم رسائل أو أمتعة. إننا نجد هؤلاء القديسين والأولياء في كل العصور. وأشهر حوادث الطيران الإنساني ما رآه أهل مدريد، فقد جلس الملك فيليب الثاني وطلب إلى القديس دومينيك أن يظهر كراماته، فوقف القديس دومينيك وارتفع تدريجيا كأنه في داخل أسانسير خفي إلى أعلى، وظل معلقا في الهواء ساعات. والمؤرخ أسترابون يروي لنا حادثا مماثلا أيضا، فقد رأى شخصا يكاد يكون عاريا ارتفع عموديا وظل في مكانه وطلب إليه أن يهبط، ولكنه كان يصرخ قائلا: ولكني لا أستطيع. وفي الكتاب الهندي القديم رامايانا حوادث كثيرة لأناس طاروا، ولكن الكتاب يفسر ذلك بأنه نوع من السحر، وإن كان في نفس الوقت ينصح الناس أن يتبعوا أسلوبا خاصا في الأكل والشرب، ويعدهم إن فعلوا ذلك في صبر فسوف يصبحون قادرين على الطيران. وهذا المعنى يردده رهبان التبت، والفرنسيون يذكرون الساحر القديم سيمون الذي هرب من الناس واختفى فوق رؤوسهم، ولما سألوه عن السر قال: إن جسمي خفيف من الجوع، ولو شبعت لمشيت على الأرض. ولم يكن يمزح تماما، ففيما يقوله شيء من الصحة. هكذا يؤكد الهنود والكهنة القدماء. وفي سنة 1290 وفي شارع البساتين بباريس فوجئ الناس برجل في الهواء يلعن كل المشاة لأنهم أفسدوا ليلته أمس، فقد كان يريد أن ينام بعمق بعد سهر طال 30 يوما.
وفي سنة 1731 وقفت سيدة أمام القضاء الفرنسي بتهمة أنها تجلس على مقعد مرتفع عن الأرض وأن هذا سحر والسحر ممنوع، ولم تعرف السيدة ما تقول ولم تفسر هذه الظاهرة فأفرج عنها القضاة. وفي سنة 1780 التف عدد من الأطباء حول خادمة باريسية وغسلوا قدميها وساقيها وفتشوا ملابسها وأذنيها وفمها وصبوا عليها الماء الساخن والبارد، ثم وضعوا العطور، ثم قدموا لها وجبات ثقيلة، وبعد ذلك تركوها في مكانها. فجأة رغم هذا كله ارتفعت الخادمة عن الأرض 9 أمتار، وأخيرا انصرف عنها الأطباء والعلماء وهم يرددون كلمة واحدة: معجزة. هؤلاء وغيرهم أناس يرتفعون إلى أعلى لأسباب لا نعرفها الآن. هناك نوع آخر من الاقتراب من سطح الأرض، أو نوع من السقوط برفق على الأرض. ففي يوم 25 من مايو سنة 1591 سقط طفل من برج كنيسة سانت ماري دلامير، ولم يصب الطفل بأي جرح. ارتفاع البرج 30 مترا، وقال الناس في ذلك الوقت إن الأمة عندما رأت طفلها يسقط اتجهت بعينيها إلى السماء فأنقذته السماء. وفي 17 من أكتوبر سنة 1950 سقطت طائرة بريطانية من طراز داكوتا في حديقة بضواحي لندن. كان ركاب الطائرة 29 راكبا، ماتوا جميعا إلا واحدا هو أحد أفراد طاقم الطائرة. ومن الغريب أن الرجل الذي نجا قفز من وسط الطائرة المحترقة لا يعرف كيف، ونزل من ارتفاع 120 مترا، ولم يصب بأي جروح، وكل ما علق به هو شيء من التراب نفضه عن بنطلونه. ومن الغريب جدا أن أصابعه تجمدت على سيجارة في يده، حتى السيجارة ظلت مشتعلة. ويوم 21 من مارس سنة 1961 في مدينة بومبي بشارع أنقرة سقطت من الدور الرابع طفلة عمرها 5 سنوات فوق الأعمدة الحديدية والخرسانية التي برزت من الأرض. ومن الغريب أن الطفلة لم يصبها شيء، أي شيء على الإطلاق. ومن أشهر حوادث الطيران في التاريخ ذلك الذي رآه الألوف في مدينة لشبونة سنة 1708، فقد جاء رجل من أمريكا اللاتينية اسمه بارثوليميو جوسماو، وأعلن أن لديه قدرة على بناء طائرة أو مركب يطير في الفضاء، وقالوا: مجنون. قال: إذن تعالوا تفرجوا. وفي غرفته الصغيرة راح يلقي بالأطباق والشوك والسكاكين وكل أدوات البيت في الهواء، وكانت هذه الأشياء تظل في مكانها. وحاول بعض الحاضرين أن يفعل ذلك فيلقي بأشيائه في الهواء فكانت تعود إليهم، ولكن جوسماو كان يمسك نفس الأشياء ويلقي بها في الهواء فتظل معلقة. وذهبوا إلى الملك وقالوا وناقشوا، وأقنعوا الملك بأن صناعة مثل هذه الطائرة أو السفينة قوة له، وأنه يستطيع بها أن يرى شعبه من فوق، وأن يرى أساطيله في البحار، وأن يرى بلادا أخرى. ووافق الملك خوآو الخامس ملك البرتغال، وقرر إعطاء جوسماو مبلغا من المال، واختفى جوسماو في بيته، ثم طلب نقله إلى حديقة واسعة ونقلوه. وفي الموعد المحدد وقف الملك والشعب كله حول طائرة تشبه العصفور ولها رأس ولها أجنحة، ووصفها الأب مانويل غوميث بأن فيها دخانا ونارا وأن لها صوتا يخرج من مكان ما. وفي يوم 15 من أغسطس سنة 1708 ارتفعت الطائرة في الهواء إلى ما يقرب من 100 متر، ثم شبت فيها النار وهبطت، ولكن جوسماو طلب من الملك أن يعطيه فرصة أخرى لإصلاح هذا الخلل، وأصلح طائرته وارتفع بها في الهواء يوم الخميس
الحادي والثلاثين من أكتوبر أمام الملك والحاشية وألوف الناس، ودارت الطائرة حول المدينة ثم هبطت في مكانها بهدوء تام. وكان جوس ماو قد أطلق عليها اسم الجندول الطائر، أما الملك فأعطاها اسم فوادور أي طائرة. وفجأة لم نعد نسمع شيئا عن هذا الرجل جوس ماو. ويبدو أن رجال الدين أقنعوا الملك بأنهم يخشون على الناس من الفتنة والضلال، وأنه من الأفضل أن تختفي هذه الطائرة. أما هذا المخترع الذي جاء من بيرو والذي درس حضارتها القديمة وأسرارها، فمن الخير له أن يلزم أحد الأديرة وأن يحرق الطائرة وما عنده من أوراق. وجاء الرجل وأحرق الطائرة ورسوماتها وتصميماتها وأطبق شفتيه، وبعد سنوات أطبقوا عليه القبر، ومات معه وقبله سر خطير. ومعنى هذا كله أن الذي نسميه لا معقولا أو شاذا هو شيء معقول لأنه يخضع لقوانين أخرى لا نعرفها. وكان الناس يتصورون أن الحديد لا يطير ولا يطفو، وفعلا إذا أمسكت قطعة حديد وألقيت بها في الهواء أو في الماء استقرت على الأرض، ولكن الحديد بعد ذلك طار ودار حول الأرض وحول القمر. لماذا؟ لأننا عرفنا قوانين طيران الحديد، فما الذي يحدث للحديد حتى يطير؟ إن خواص عجيبة معقدة تضاف إليه تجعله يطير، مثل هذه الخواص تجري داخل الإنسان فينطلق إلى أبعد مما يستطيع أن يحمله الحديد والنار. إنها أسرار لا أول لها ولا آخر.